مرحبا يا حلوين. اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلا جدا سهلة وسريعة بالبرتقال بالليمون. عنا كوبين ليمون عصرتهم وصفيتهم بالمصفاية، كمان 3 معالق طعام سكر، 3 معالق طعام نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط النشا، سكر، بخلطهم مع بعض بطريقة كتير كتير سهلة وحلوة بالشتاء عشان الفيتامين سي. هلأ بحركن على الغاز تحريك مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلي بحب الحلو زيادة بزيد كمان ملعقة طعام سكر. يلي بده يعمل أكتر بيضاعف الكمية، أنا عم بعمل كمية صغيرة. بلش الخليط يشتد معنا، نستمر بالتحريك ليشتد منيح. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. بدنا نكفي مع بعض. بسم الله. عندي هوني نص ملعقة صغيرة زيت نباتي بالكباية، منا ندهنها بالزيت. عشان الخليط بس نشيله من الكباية ما يلزق. بنحط الخليط بالكباية. بسم الله، لونه شو حلو. لونهم حلو، ريحتهم كتير رائعة. هاللي بقيوا عندي رح حطهم بكيس صغيرة. هلأ بتركهم يبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. بعد ما حطيتهم بالبراد ساعتين، هلأ بدنا نكفي مع بعض الطريقة. عنا جوز الهند ناعم، بعملهم بهيدا الشكل. شفتوا كيف صارت بهيدا الشكل. كمان منقطعها. بسم الله، منغطها بجوز الهند. واو، بهيدا الشكل شايفين كيف.
بحطهم بالصحن. بسم الله. بحاول قد ما فيني غطهم بجوز الهند. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ وطعمتها عن جد كتير كتير رائعة. هيدا حلى الليمون اللي عملتها أنا وياكم، حلى البرتقال. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.